نعم، هو في البداية وكما أشرتم يعني هذه الاتفاقية تعود إلى ما قبل 2011، ولكن النظام السابق كان يسلك سلوكا حمائيا فيما يتعلق بالاقتصاد التونسي، خاصة في قطاع النسيج الذي يعتبر واحد من أهم القطاعات التي تبرز فيها تونس، يعني على مستوى التصنيع وعلى مستوى الإنتاج. بعد 2011 وبعد أن تمكنت حركة النهضة من زمام صنع القرار السياسي في تونس، رأينا أن هذه الاتفاقية تطبق وبصورة أكبر من المعتاد، بحيث أن الأسواق التونسية غرقت تماما في البضاعة التركية، بعضها ضمن هذه الاتفاقية التبادل الحر وجزء كبير منها فيما يعبر عنه بالاقتصاد الموازي أو بالاقتصاد الأسود. رأينا أن الكثير من القطاعات في تونس تضررت كثيرا من البضاعه التركيه، وخاصه ونخص بالذكر قطاع النسيج الذي اختنق تماما في تونس، مع بعض طبعا التشاريع والقوانين التي اضرت في هذا القطاع فيما يتعلق بتوريد المواد الاوليه، وهذا طبعا ما خدم البضاعه التركيه التي وجدت رواجا في تونس واصبحت يعني من اكثر البضائع الموجوده. بقطع النظر عن هذه الاتفاقيه وبقطع النظر عن العجز التجاري المعلن، من المؤكد ان العجز التجاري الحقيقي اكثر بكثير، نظرا لان الكثير من هذه البضائع التركيه تدخل الى السوق التونسيه عبر طرق غير رسميه وعبر ما نسميه بالاقتصاد الموازي او بصوره اوضح عبر التهريب. طيب أستاذ بالحسن، طبعت هذه الاتفاقية باتفاقيات أخرى أيضا مع قطر، وكان هناك جدل سياسي قائم حول ماهية هذه الاتفاقيات التجارية التي تصادق أو يصادق عليه البرلمان التونسي تحديدا مع تركيا وقطر. فتح هذا الملف مجددا، وفي وقت تعيش فيه تونس مرحلة حساسة والبرلمان فيه مجمد وقرارات بالجملة يتخذها الرئيس قيس سعيد، كيف يمكن أن تجري عملية متابعة قضية كهذه اليوم؟ نعم، هو في الحقيقة لنكون واضحين، البرلمان التونسي وخلال العشر سنوات الأخيرة وفي ظل سيطرة حركة النهضة، حركة النهضة كانت تخدم بعض القوى الإقليمية أكثر مما تقدم خدماتها لتونس وللاقتصاد أو المجتمع التونسي. حركة النهضة تشعر بانتمائها إلى هذه المنظمة العابرة للجمهورية أو العابرة للأوطان، منظمة الإخوان المسلمين، أكثر مما تشعر بانتمائها إلى هذا الحيز الجغرافي الذي نسميه الوطن أو الذي نسميه تونس. وبالتالي على مستوى صنع القرار السياسي وعلى مستوى التشريعات، كانت الخدمات التي تسدى إلى هذا المحور بالذات أكبر بكثير مما يمكن السماح به، بل وتضر يعني بتونس على كل، سواء تحدثنا على مستوى الاقتصاد أو حتى تحدثنا على مستوى الأمن القومي. اليوم وفي ظل عطالة البرلمان، من الطبيعي أن تقع مراجعة كل هذه الاتفاقات، بل وحتى أكثر، بل وحتى فيما يتعلق بالتبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي. أتصور أن الرئيس قيس سعيد أعلن وإن كان بصورة غير مباشرة عن توجهاته الاقتصادية، هذه التوجهات التي تهتم بالاقتصاد التونسي وبالحمائية، يعني هذه السياسة الحمائية المطلوبة لحماية أو لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد التونسي. طبعا عندما تحدثنا عن قطر تحدثنا عن صندوق سيادة القطري، ولم نتحدث عن تبادل تجاري، لأنه حقيقة والكثير ذهب بأنه تجاري، ولكن نعم اسمح لي واعذرني على المقاطعة، في ظل ما ذهبت إليه الكثير ذهب بأنه لا يمكن بناء دولة تونس ديمقراطية دون وجود اقتصاد متعافي مما عاشته تونس، كما قلت صندوق أسود. إلى أي مدى يمكن اليوم استرداد سيادة تونس الاقتصادية بعد فتح هذه الملفات وأيضا مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي تسببت في العجز الاقتصادي في تونس؟ نعم، هو في البداية عندما نعود بتلك الشعارات التي وقعت في 2011، طلبت بالحرية نعم، ولكن طلبت بالكرامة بالتشكيل والكرامة الوطنية، يعني إلى جانب الحريات السياسية كانت هناك حريات اقتصادية مطلوبة. ما حدث خلال العشرية السوداء 2011-2021 أنه فتح الباب واسعا أمام الحريات السياسية، وأصبحت هناك حريات التنظم والأحزاب والجمعيات، ولكن على مستوى الحريات الاقتصادية وقع مزيد خنق هذه الحريات الاقتصادية. الدليل على ذلك أن نسب البطالة ارتفعت، أن القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن التونسي انخفضت بشكل رهيب. الحركة التصحيحية في 25
جويليا 2021 والتي أعلن عليها الرئيس التونسي، كان لها عنوان واحد ما فتئ الرئيس قايد يردده، وهو إرادة الشعب أو ما يريد الشعب أو ما يطلب الشعب. وعندما نعود إلى هذه الحركات التي قام بها أو الزيارات أو العمليات التي قام بها الرئيس قايد في الفترة الأخيرة، نجده يهتم أشد الاهتمام بالمواطن العادي، بالطبقات المسروقة والطبقات الفقيرة، أكثر باهتمامه بتكريس البرجوازية الذي عمل عليه النظام السابق، وواصلت حركة النهضة العمل على هذا المستوى. الرئيس قايد يهتم بالفئة المفقرة، بالفئة الضعيفة. أشكرك جزيل الشكر ضيفي من تونس الأستاذ بالحسن اليحياوي كاتب وإعلامي، شكرا لك.